سفر الخروج اليومين دول ما هماش مؤتمر، اليومين دول أيام خاصة من أجل إطلاق الدعوة في حياة والإرسالية أو فهم الإرسالية في حياة شعب الرب. أؤمن ده الزمن عكس العيان، عكس أي حاجة اختبارات شخصية. بص، اختباراتك الشخصية مش بتحدد هويتك، ده حاجة بنقولها كتير، بقولها بكررها كتير جدا. اختباراتك السلبية، مشاعرك السلبية، مواقفك السلبية مش بتحدد هويتك. أنت مين مش مواقفك. إلهك مش إله مواقف، إلهك إله عهد. كتير إبليس يحب يمررك بمواقف مؤقتة فيها خزي أو فيها هزيمة أو فيها مشاعر سلبية أو فيها موقف تحس إنه ليه ده حصل. ولو تصورت إنه تأثير الموقف هو أنت أو الموقف يؤثر على أنت مين، بتفقد حاجات كتيرة جدا من مقاصد الرب لحياتك. لأن الرب مش مواقف، الرب عهد. إيه الفرق ما بين إله مواقف أو إله عهد؟ إله عهد بيغطي المواقف ما تقلقش، بس لا أقصده بالفرق ما بين إله مواقف وإله عهد، إن المواقف في الأرض متذبذبة لكن العهد بتاع الرب ثابت. ولأنك أنت ماشي وراء إله عهد فبيحط ثبات جواك في هويتك الداخلية، ليس له علاقة بتأثير مواقف أو لحظات أو مكالمات أو مشاعر أو فكرة أو عقل باطن بيقوم رامي عليك حتت سلبية ويقوم عامل ظلال سودة ملهاش لازمة على هيكل الله، على الله الساكن فيك، وتقوم عامل ظل اسود برغم ان الهك اله عهد وهويتك هويه هيكل لله. هويتك هويه هيكل لله. هويتك هويه الله الموجود النهارده في هيكل جسدي، وكل ما بعبده بيزداد فيا، هي دي هويتي. الله فيك، المسيح فيكم رجاء المجد. مش بس الروح القدس فيك، ده المسيح فيك، صح؟ انا بقول ايات مش كده؟ الروح القدس فيكم، اوكي، المسيح فيكم. طب والمسيح قال اتي وانا وابي واصنع عنده مسكنا. اذا كم واحد من المقانين موجود جواك؟ اذا الاب والابن والروح القدس موجودين جواك، الف مبروك، دي هويتك. بس المواقف، الأحداث، العقل الباطن، ذكريات ملهاش لازمة، مواقف ملهاش لازمة، كلام ملوش لازمة، اهتمامات ملهاش لازمة، كتير بتفقدك هويتك وتديك هوية مشوهة مش الحقيقة بتاعة. الحقيقة اللي أنا قلتها لك دلوقتي إن الآب والابن والروح القدس كتابيا بآيات كتابية ساكنين جواك. إدراكك للهوية الحقيقية بيلفظ من عليك التراب اليومي. إدراكك للعهد اللي ساكن فيك، اللي مش معتمد على صلاحك أو تقواك، بيلفظ تأثير المواقف المتقلبة، إن كان أحداث، إن كان جمل، إن كان ذكريات، إن كان كلمة حد قالها، إن كان أي حاجة بتتلفظ، بتطرد، لأنه الإدراك الداخلي لهويتك مهم جدا. فإلهك إله عهد محطوط جواك، مكنوز جواك، لك هذا الكنز في الإناء الخزفي ده، وإله العهد ده مكنوز جواك، محدش يقدر يلعب فيه. كنت بحكي يوم الاثنين، أشجعك لو أنت كنتش موجود يوم الاثنين، معظمكم ما كانش موجود، اسمع اجتماع الاثنين. أنت بتعيش من بره لجوه ولا من جوه لبره؟ لو أنت بتعيش من بره أحداث لجوه، اللي بره هيأثر على اللي جوه. لكن أنت مش مدعو أنك تعيش كده، أنت مدعو أنك تعيش من الكنز، من جوه لبره.
هو ده اللي بيأثر على أحداث، على البرية، على الأمور، لأنه في داخلك عمرها ما هي برية، دي خليقة جديدة، دي تفيض من بطنه أنهار أنهار أنهار. لو في أنهار عمالة تفيض من أحشائك من بطنك، اللي حواليك هيبقى بستان مش برية، لأن بنعيش فترات طويلة من برة لجوه، فالتراب بيخش، برغم ان احنا مفروض نعيش من جوه لبره، فالانهار تخرج. لما التراب بيخش بيطلع تعليم ضخم، برايه ومره جدا ومتاهه وصعبه فعلا وجفاف. عارفين الترنيمه دي؟ دي ترنيمه، انا مش بغني، دي ترنيمه. ويطلع مدرسه البريه ودروس البريه وامتحانات البريه وجفاف البريه في حاجة اسمها برية حواليك حقيقة، لكن مفيش أبدا في بنت الرب وابن الرب جواها برية أبدا. لو عايش من برة الجوة هتطلع مدرسة البرية، لو عايش من جوة البرة هتحول البرية بستان. من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حية، قال هذا عن الروح القدس. فلو انت من بره لجوه بتدخل التراب لجوه، لو انت من جوه لبره بتطلع الانهار بره، فتتحول البريه الى بستان. واتاري الرب هو ده اللي عايزه، انه لما بتمر بالبريه انت بتحولها. فاكرين وادي البكاء يصيرونه ايه؟ ينبوعا يتراءون قدام الله في صهيون. فاكرين؟ فاتاري ده القصد الالهي. أقول لكم آية، دي كنز من الكنوز، كل كتاب مقدس كنز. أمثال، إحنا في خروج أمثال، دي آية كده، مش أنا لسه في التنبيهات. وراكوا حاجة؟ أوكي، أمثال 13. ما ظنش إنك تأملت في الآية دي قبل كده. لو انت تأملت في الآية دي قبل كده تعالى لي بعد الاجتماع وحديك جنيه. أمثال 13 عدد 23. طبعا كلكم هتيجوا تقولوا تأملنا في الآية دي. سوسو حضري 500 جنيه. أمثال 13 23. في حرس الفقراء طعام كثير، يوجد هالك من عدم الحق. الآية دي تجنن، الجزء الأولاني فيها يتجنن، كله يعني. في حرس الفقراء طعام كثير، عارفين يعني ايه؟ في أرض الفقير، لو قلبت أرض الفقير هتلاقي طعام كثير، ده اللي هو بيقوله. في حرس الفقراء طعام كثير، في أرض الفقير لو قلبتها، ده الحرث، لو قلبت أرض الفقير هتلاقي طعام كتير، لكن بعض الفقراء بيهلكوا. إيه السبب؟ عدم الحق. سلام، ناس كتيرة بتمشي أنا فقير في الفرح، لو قلبت حرت قلب أرضهم هتلاقي حاجات كتيرة تفرح، بس عدم الحق بيطفي الفرح. ناس كتيرة في أرضها شفة بس عايشين مرضى، لأن عدم الحق بيخليهم يهلكوا بالمرض، برغم أن في أرضهم طعام كثير. حد فاهم حاجة؟ في أرض كل واحد واحدة هنا طعام كتير جدا، مش محروط لغاية دلوقتي، لأن عدم الحق ردمه لفترات طويلة، وجاء الوقت أن النور ينور. هو ده احد الحاجات اللي بتحصل في هذا الزمن. رب روح الحكمه والاعلان في معرفه الرب عمال ينور، عمال يشوط في حبه مسلمات شعبيه وفولكلور مسيحي، علشان يشوط في هذه الاكاذيب، عشان يطلع لك من ارضك طعام كثير، برغم انك كنت ماشي مش مدرك انه موجود في ارضك. انت كويسين؟ احنا لسه في المقدمه فبتسمو. في أرض كل واحد واحدة هنا طعام كثير، يعني إيه؟ بركات كثيرة، خير كثير، استجابات كثيرة، قيمة كثيرة، شبع كثيرة، في أرض كل واحد واحدة هنا.
بس مردوم عليها بعدم الإدراك إنه صالح جدا إلى الأبد رحمته، إنه ملقان نعمة ملقان حق، إنه مفيش لحظة مفصول عنك، إنه ساكن فيك الآب والابن والروح القدس، إن دي هويتك، إن ده عهد أبدي مش معتمد عليك، إنه بره لا يؤثر على جوه بل بالعكس جوه هو اللي بيأثر على بره، إن الملكوت يشبه خميرة، وده مش بمعنى خميرة يعني خطية، بمعنى يعني تغلغل أقوى من كيلة كبيرة من الدقيق. عايش في ظروف كتيرة صعبة والملكوت صغير قد كده، بس الملكوت ده أقوى جدا لأنه من جوه لبره مش من بره لجوه. يوجد حد تأمل في الآية دي قبل كده يرفع إيده عشان أديله جنيه في الآخر. مرة تاني، يوجد في حرس الفقراء طعام كثير، يوجد هالك من عدم الحق، بس فما فيش هالك باسم يسوع. باسم يسوع نرجع لخروج 19 نبتدي تاني الخدمة. ازيكم؟ زي ما قلت لكم اليومين دول من اجل اطلاق الهوية، اطلاق الدعوة، لان الرب عمال بيعد شعبه في هذا الزمن، بيعد العروس. الايه اللي انا مشغول بيها منورة جوايا في الزمن ده، العروس هيئت نفسها، العروس هيئت نفسها، والعروس هيأت نفسها أنها تقف جنب العريس بكل المجد، بكل الإعداد اللي هو هيأه ليها أعطاه لها عشان تقف جنبه في صفوف المعركة الأخيرة، في صفوف الأزمنة اللي جاية، لأن الأزمنة اللي جاية بتحتاج عروس مش مشغولة بنفسها ومحصورة في ظروفها ومش عارف، لا، وقفة لإدراك هي موجودة في الأرض دي ليه. انت عارف انك موجود جوه الرب من قبل تأسيس العالم؟ اخترنا من امتى؟ من قبل تأسيس العالم، لان الرب بره الزمن. فقبل ما يخلق، قبل ما قال الرب ليكن نور، هو اختارك لانه بره الزمن. انت عارف انك موجود كروح، موجود كروح من قبل ما تتولد. انت عارف انك الرب اختار امتى تتولد في الارض. معنى لو انت معظمكم بهز راسه موافقني، بس انا عامل لكم كمين هنا، معنى ان الرب اختار انك تتولد في هذا الزمن انه عن قصد قرر انك تتولد في هذا الموسم، في هذا الزمن، في هذه البلد، لان عنده مقاصد. ليه ما تولدتش في 1630؟ ليه ما تولدتش في 1540؟ ليه تولدت في الزمن ده، في الموسم ده، في القرن 21؟ مش علشان، مش عشوائيات، الرب ما بيعملش عشوائيات، حدد بحدود مسكنهم، يعني حدد بحدود أوقاتهم ومسكنهم، يعني هو اختار انك تتخلقي في هذا الزمن، لان ده العروس اللي بيستخدمها في هذا الزمن. فانت مش مخلوق علشان تعيش حبة ايام وتروح السما ان شاء الله، لا، انت مخلوق لان في مقاصد إلهية وحطك في هذا الزمن لمقاصد إلهية، مش المقاصد انك تتجوز وتخلف وتشتغل وتصارع مع الشغل وتصارع مع الفلوس وتروح ببطيخة وتربي العيال ونبوس ايدينا وش وظهر، مش دي المقاصد. مقاصد الرب ملقانة قيمة عالية جدا لحضرتك ولحضرتك. فأنت موجود في الروح من قبل ما تتولد بكتير، وحتكمل في الأبدية بعد ما تموت بكتير للأبدية، لكن الرب اختار أن روحك تنزل الأرض في موسم معين إلى أن تطلع لي مرة تاني، ونزولك الأرض في هذا الموسم كان لمقاصد إلهية. اليومين دول علشان نصلي من أجل المقاصد دي. حد فاهم حاجة؟ ده كلام شغل، ده كلام بجد. انت ما نزلتش الارض تقولي نزلت ده يسوع اللي نزل. انا فاهم، انت ما نزلتش كإله، انت ما تولدتش، انت في قلب الله من قبل تأسيس العالم، انت روحك موجودة من زمان، بس الروح دي ما تولدتش في هذا الموسم الا القصد لهذا الموسم، لقصد حياتك. خروج 19. أما موسى فصعد إلى الله، عدد 3، فناداه الرب من الجبل قائلا: هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني إسرائيل: أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، أنا حملتكم على أجنحة النسور، جئت بكم إلي،
مرة تاني موسى صعد إلى الله فناداه الرب من الجبل قائلا هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني إسرائيل أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي الآن إن سمعتم لصوتي حفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب فإن لي كل الأرض تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب فإن لي كل الأرض أنتم تكونون لي مملكة كهنة أمة مقدسة بصوا الـ 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 هذه الجمل معظمنا سمعها قبل كده كتير هذه الجمل هي مقاصد الرب للخروج مقاصد الرب للشعب اللي خرج من أرض مصر بآيات وعجائب بالرب اللي شق البحر بالرب اللي صنع أحكام بآلهة المصريين فمقاصد الرب بتعلن في هذه الآيات أنتم خاصة من بين جميع الشعوب أنتم شعب بين جميع الشعوب فإن لي كل الأرض هتفهم أكتر الآية دي بس مش هركز فيها دلوقتي أنتم تكونون لي مملكة إيه؟ يعني إيه مملكة كهنة؟ يعني إيه مملكة كهنة؟ يعني مملكة أعضائها كلهم إيه؟ مملكة كهنة أنتم تكونون لي مملكة كهنة أوكي طب هو كل الشعب في العهد القديم دلوقتي هو غسلنا من خطايانا بدم وجعلنا ملوكا وكهنة هو كل الشعب في العهد القديم بقوا كهنة حملتكم على أجنحة النسور جئت بكم إلي أنتم تكونون لي مملكة كهنة مملكة كلها كهنة هو كل الشعب بقى كهنة ده قد إيه من الشعب بقى كهنة سبت من 12 معرفش أنا مش شاطر في الحساب تبقى النسبة قد إيه أقل من العشر قال أنا المملكة كلها مملكة كهنة المملكة كلها مملكة كهنة انتهى القصة ان اقل من عشر الشعب سبت واحد من 12 سبت بقوا كهنة مقاصد الرب لكل واحد في العهد القديم في الشعب انتم خاصة لي من بين جميع الشعوب لان لي كل الارض انتم مملكة كهنة اقل من عشرهم بقى كهنة برغم ان مقاصد الرب ان كل واحد من هذا الشعب يبقى واقف في القصد الالهي بتاعه يكهن امام الرب فبيقف قدام الرب بيعبد الرب بيقدم ذبيحه قدام الرب عن نفسه وعن اخرين وبينزل قدام الناس لكي يمثل الرب قدام الناس هو ده الكاهن مملكه كلهم كده عشان كده قال فإن لي كل الأرض أنتوا خاصة علشان تقفوا قدام الرب كشعب أمة مملكة كهنة عشان كده أمة مقدسة مملكة كلها كهنة بيقفوا قدام الرب بوجه مكشوف بيعبدوا الرب وينزلوا قدام الناس لأن لي كل الأرض يمثلوا الرب قدام الناس انتهى إن أقل من عشر ليه؟ لأن الباقيين قالوا إيه؟ أنت اطلع يا موسى أنت اطلع يا موسى إحنا هنقعد تحت الجبل إحنا هنعيش في ظروفنا العادية وتحت الجبل كلكم عارفين سمعتوني بقولها كتير قوي تحت الجبل الخطية سهلة فوق الجبل الخطية صعبة جدا مفيش أصلا في أجواءها الخطية أجواء الملكوت بتتنفسها ليه بتفرحوا وقت العبادة والتسبيح؟ ليه بتشعروا بحضور الرب بنعبد يعني ترنيم المفروض هادية أو فيها قدوس وناس فرحانة ما عرفش عنكم زمان لما كنا بنرنم ترنيم العبادة دي كنا بنفطس
فاكرين ولا مش فاكرين؟ انتوا صغيرين يمكن، بس زمان كنا لازم نرنم الترانيم الحماسية دي علشان ايه؟ ولما اول ما نخش كده نقوم ليه في هذا الزمن بنعبد الرب والوشوش مبتسمة، قدوس قدوس والناس فرحانة؟ انتوا مش فاهمين ولا ايه؟ انا مشجع انكم فرحانين. ليه؟ لان فوق الجبل قدوس دي بهجة، فوق الجبل قدوس دي نور، فوق الجبل دي قدوس دي تطهير من اجواء ذرات بكروب الخطية في الجو، فوق الجبل ده تطهير من بتتنفس. كنت بقول التعبير ده يمكن الاربع قبل اللي فات ولا حاجة، لو تخش اجواء فيها ميكروب 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 في الارض وتتنفسه وحطوا ايديهم على، عشان مش عايزين نتنفس الميكروب، افرض اخدت ميكروب ولا حاجه. لما بتخش في اجواء الملكوت، الملكوت اقوى من الميكروب، بتخش جواك وتعديك، بس تعديك ملكوت. عشان كده ناس كثيره بتخف بدون وضع يد، انها بتتنفس صح. لما تخش تسبح الرب بتنفس صح. حد فاهم حاجه؟ مش شرط تشعر، مش شرط تتهز، مش شرط. لو حصل انك بتتهز مجدا للرب، قول لي بس روح قز بيعمل ايه. لكن 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 انت بتتنفس اجواء الملكوت. ففوق الجبل الاجواء مختلفه، تحت الجبل الباقي الشعب قاعد تحت الجبل، ما عدا سبط لاوي هو اللي قال انا للرب في الاخر. كلكم عارفين القصه، مش عايز احكي فيها. لكن معظم الشعب قاعد تحت الجبل، وتحت الجبل حياه بقى، حياه. حد فاهم الحياه؟ عادي. حد فاهم يعني ايه عادي؟ عادي ده كارثة. سفر القضاء، سفر القضاء، عادي ده كارثة. قضاء 16 آية كلكم عارفينها، عدد 17، قضاء 16-17. كشف لها كل قلبه، قال لها لم يعلو موس رأسي لأني نذير الله من بطن أمي. ده شمشون طبعا. كشف لها كل قلب، قال لها لم يعلو موس رأسي لأني نذير الله من بطن أمي. إن حلقت تفارقني قوتي، أضعف وإيه؟ كلكم حافظينها المفروض، آية معروفة. أصير كأحد الناس، ببقى عادي. قدامك حاجة من اتنين، تبقى محلوق وعادي، أو نذير وقوي. قدامنا حاجة من اتنين، أبقى محلوق، محلوق بمعنى فقد الانفصال، فقد التميز، أنتم خاصة لي، فقد ادراك انا اصلا ده العادي وده المجتمع بتاعنا وده مصر وانا تربيت كده في المحافظه بتاعتي وده اللي تربينا عليه وده الاجواء بتاعتنا. حبيبي انت مش من هنا، جالكوا الخبر؟ انت مش من هنا، انتم خاصه لي من بين الشعوب لان لي كل الارض، فبعملكم مملكه مش عاديه، مملكه كهنه. لما الشعب قرر انه يعيش عادي، لما شمشون ام افصح عن سر قوته، فتح مجال انه يبقى عادي. لما 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 حلق بقى عادي. انت مش مدعو انك تعيش عادي، انما انت مدعو انك تعيش في القصد وفي الدعوه اللي رب نزلك على الارض او حطك في الارض في هذا الوقت. ما تتخضش بكلمه نزلك، محطك في الارض في هذا الزمن علشان قصد، مش علشان عادي. العادي منه بقرشين. حد فاهم قصدي انا عايز اقول ايه؟ العادي كتير، لكن الخاصة قليل. وكل ما الخاصة بتزداد، كل ما قاصد الرب تمتد إلى حدود أوسع. قال لهم لما أنتوا تكونوا مملكة مش عادية، كل الأرض ليا. لما أنتوا تكونوا مملكة مش عادية، كل الأرض ليا. فالمملكة كلها مملكة كهنة، لكن الشعب أكتر من عشره اختاروا أن يبقى عادي.
خليني أوقف وعظ لحسن تكون بتسمع الوعظة وناسي نفسك إنك مستحتاج تستقبل كلام الرب ليك. لفترات طويلة شعب الرب كان عايش برغم إنه بيحضر الكنيسة بيحضر اجتماعات كل حاجة بيحضر مؤتمرات ونهضات، لكن لفترات طويلة على مستوى شخصي في الهوية الشخصية بيأتي ويطلع جبل الرب ويعبد ويسبح الله ربنا جميل وينزل ويكمل في نفس الهوية بتاعة المواقف اليومية اللي بتوصل له رسالة إنه محلوق وعادي. فبنحب الرب بنسجد للرب ولاد للرب الروح القدس ساكن فينا، بس المواقف موصلنا رسالة تانية فمطلع لنا هوية تانية، مش مملكة كهنة، مش مملكة خاصة، مش مملكة في قصد، لأن الرب للرب الأرض كلها، لكن عادي بس بنحب الرب. ففي عادي ما بيحبش الرب وفي عادي بيحب الرب. حد فهم حاجة؟ فبعيش عادي، بتجوز عادي، بخدم عادي، بفكر عادي، بربي ولادي عادي، بعيش شبابي عادي، أنا عادي بس بحب الرب وبحضر اجتماع وطلعت مؤتمر قوي. بس الهوية، الهوية، إدراك الهوية، إدراك القصد، إدراك إنك موجود في الأرض في هذا الزمن لحاجة، لمملكة كهنة، مملكة كل واحد فيها كاهن، وانتهينا زي في العهد القديم الحقيقي اقل من العشر فقط بيكهنوا، والباقيين بيقولوا اطلعوا انتوا قولوا لنا رب بيقول ايه، خشوا انتوا قدس الاقداس واخرجوا لنا قولوا لنا ربنا بيقول ايه. حد فاهم حاجه؟ وده اللي حصل في العهد القديم، وده اللي بيحصل بدرجات متنوعه ومش بالوضوح ده بالعربي، بس بيحصل حقيقي في الحياة اليومية النهاردة في العهد الجديد. بس في نوبة صحيان، في نوبة استيقاظ في لمصر والعالم العربي، إن جاء الوقت إنك تدرك إن رب حملك على أجنحة النسور، أتى بيك إليه مش علشان تبقى عادي تحت الجبل كل انحصارك في ظروفك في حياتك في وقص في قيد في حياتك في خطية في حياتك. حبيبي 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 كفاية، جاء الوقت انك تدرك ان في حاجه انت موجود على الارض. هستعمل التعبير اللي يخض عشان تتخض، انت نزلت على الارض في الزمن ده، روحك بقت موجوده في الجسد في هذا الزمن باختيار الرب لانك تبقى موجود في الزمن ده، مش علشان تبقى موجود في الالفينات ولا في القرن 21، علشان مملكه كهنه. والرب راى في كل واحد واحده هنا انه مقاصد الهيه وبيسكب مقاصد الهيه لتحقيق قصده للزمن ده، فقام نزلك مش في 1540، نزلك في 2014 و15 عشان بنتي دي 2015، ابني دي 2015، ابني ده 2015، بنتي دي 2015. ليه؟ انا شايفهم في 2015، انا عايزهم في 2015، انا محتاجهم في 2015، انا عايزهم في 2015. مملكة كلها لها قصد إلهي، لكن اقل من عشرها بقى واقف في المكان وفي نوبة صحيان. لا، في نوبة صحيان، انت موجود في الزمن ده لمقاصد إلهية من الرب، ورب قام مشاور على عينيك، عارفك من قبل تأسيس العالم، قام مشاور على وجهك لأنه رأك على الصليب، رأى نسلا تطول أيامه، رأك على الصليب وقال ابني ده يبقى موجود في 2015، بنتي دي تبقى موجودة في 2015. وما بيحطكش على الأرض عشان تتعذب، بيحطك الأرض علشان في مقاصد، مملكة كهنة، أم مقدسة. ليه؟ لأن لي كل الأرض، لأن لي كل الأرض خاصة. فشمشون عادي بقى عادي برغم أنه نذير، وبقى قدامك حاجة من اتنين، إما تعيش العادي إما تعيش رسالة بطرس الأولى. رسالة بطرس الأولى صح 2 آيات كلكم عارفينها برضو، أما أنتم عدد 9، أما أنتم جنس مختار كهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء خاص
بصوا محتاجين تدركوا، انا لما كنت بقرا من خروج 19 كنت مركز على مملكه كهنه، بس كملت الايه امه مقدسه، بطرس الرسول بيستخدمها مره تاني في العهد الجديد امه مقدسه. محتاج تدرك الرب مش بيستعمل كلمات على الفاضي، ربنا بيتعامل مع شخصيات كاشخاص، لكن ربنا بيتعامل عينين الرب شايفه الامم. في اخر 2013 حكيت معاكم من الخمسين الجايه في كلمات بتتكرر، منها كلمات امم. الرب بيرى امم. فاكرين الرب لما بص على اورشليم لمدينه، لما تكلم لسور وصيدا وكورازين، فاكرين دي مدينه، رب يتكلم للمدينة. لما رب كان في العهد القديم يوري حزقيال، يقوم واخد حزقيال ويوريه أمم سور صيدا، يوريه مناطق بدون دخول في أسماء، يقول له شايف ده؟ فقول له تنبأ يا ابن آدم. إذن رب يكلم أمم. أحد الحاجات اللي عايزك تشوفها في اليومين دول، يمكن النهاردة بالليل أوضحها أكتر، إن رب بيرى أم على بعضها، فبيخلق أمة جوه الأمة لأن له كل الأرض، وبيخلق أمة خاصة مملكة كهنة، لأن الرب مش بيشوف أفراد بس، لكن بيستخدم أمة مكونة من أفراده لأمة لأن ليه أقصى الأرض. الرب عايز الأمم، الرب ميراثه أمم، ومش أمم بمعنى عدد كتير، أمم بمعنى أمم قد صارت ممالك الأرض. لإيه؟ سفر الرؤية، قد صارت ممالك الأرض للرب ولمسيحه، من كل أمة، من كل قبيلة، من كل لسان حوالين العرش. الرب يرى أمم، بينشن على أمم، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا. فعشان الرب يحمل، عشان الرب بيتكلم لأمم بيخلق أمة، والأمة الخاصة مملكة كهنة لأن له كل الأرض، لأن من خلال الأمة الخاصة الأمم بتأتي. في العهد القديم مملكة كهنة بس بقى أقل من عشرها فما كملوش الدعوة. في العهد الجديد، لأن الدعوة هتكمل، الكتاب المقدس بيقول كده، إذن الكل من الأمة هيبقى في القصد. بالمناسبة دي كانت جملة مشجعة. في العهد القديم أقل من العشر بقى في القصد ففشلوا. في العهد الجديد احنا عارفين النتيجة في سفر الرؤية، الأمم. طالما النتيجة في سفر الرؤية بتقول ان الأمم سيأتوا، إذن الأمة بتاعة الرب هتبقى مملكة كهنة، لأنه بيجيب الأمم من خلال أمة. بالمناسبة كانت جملة مشجعة برضو، هقولها لثالث مرة. مقاصد الرب، لأن ليه كل الأرض، إنه بيستخدم أمة خاصة بس المملكة كلها مملكة كهنة، عشان من خلال الأمة بيجيب أمم. واضحة؟ الأمة في العهد القديم بقى أقل من عشرها كهنة ففشلوا إنه محققوا القصد الإلهي، باقي الأمم زي ما هي. في العهد الجديد بعد يسوع ما زالت مقاصد الرب أمم، وما زالت الاستراتيجية بتاعت الرب أمة، وبسبب أمة تأتي أمم. طب النتيجة بتاعت العهد القديم كانت فشل، إيه نتيجة العهد الجديد؟ مكتوبة، محدش حيفاصل فيها، مكتوبة في سفر الرؤية إن الأمم سيأتوا. معايا؟ إذن الأمة بتاعت الرب في العهد الجديد هتنجح ولا تفشل؟ هتنجح. ايه اللي يخلي الامه تنجح؟ انه يبقوا كلهم مملكه في القصد، مملكه ما فيش واحد فيهم عايش عادي. دي اخبار كويسه،
ده بيشمل حضرتك وحضرتك وأنا وإحنا على بعضنا. طب لأن إحنا بقينا بيرفكت؟ لا، لكن لأن إحنا صدقنا إنه هو كلفنا، هو دعانا. النهاردة بالليل حكي لك مين حيبني ومين حيجيب الأمم. النهاردة بالليل حكي لك حتتجنن. اللي حيجيب الأمم ناس أوحش منك، لو جدع تحصلهم من أول. صباح الخير، ازيكم. اللي حيجيب الأمم ناس أوحش منك، لو جدع تحصلهم لأنهم أوحش منك، بس هيجيبوا الأمم. فما تقولش أنا وحش، ما ينفعش، أنا عادي، بتعرفش ظروفي. ده تحت جبل، كل ده جمل تحت جبل. أصلا في ضعف لسه في حياتي. بقالك قد إيه بتلعب في الضعف ده؟ مش كيف ما زهقتش؟ كفاكم دوران في هذا الجبل. حد سمع الآية دي قبل كده؟ كفاية. جاء الوقت انك تدرك انك مش موجود في الارض هنا، ما نزلتش الارض عشان اخد، ما نزلتش الارض دي وموجود في 2015 علشان تقعد تلعب في الدائره بتاعتك وفي المشاكل بتاعتك وتفضل محلوق النذريه وعايش كاحد الناس. لكن انت موجود في هذا الزمن وفي هذه الارض في هذا الموسم في الشرق الاوسط علشان في مملكه اسمها مملكه كهنه، امه مقدسه. لأن الرب لما بيغير واحد بيستخدم واحد، لما الرب بيغير أمة بيستخدم أمة. أنتوا كويسين؟ إيه ده، ساعتين لرب؟ طيب نخلص، حاضر. سفر التكوين. بس انت لو لو خرجت من المشاركه دي بالجمله اللي انا قلتها من دقائق دي، كفايه. في العهد القديم كان مقاصد الرب امم من خلال امه، فشلوا لان هذه الامه بقى اقل من عشرها كهنه. في العهد الجديد مقاصد الرب امم من خلال امه، بس النتيجه معروفه من الاول ان الامم هيجوا للرب في سفر الرؤيا. إذن هذه الأمة بتاعت الرب في العهد الجديد ستنجح إنها تبقى إيه؟ متحركة في القصد الإلهي. هي ليه موجودة في الزمن ده؟ فبقوا مملكة كهنة، أمة مقدسة، شعب اقتناء. سفر التكوين، تكوين 37 عدد 5. حلم يوسف حلم وأخبر إخوته. شفت بقى داري على شمعتك تيد، مش آية، غلط. هو غلط إن لسه الأمر ما تولدش وقام مشارك. حلم يوسف حلم، حط الآية دي تكوين 37:5. حلم يوسف حلم مع تكوين 41:1. تكوين 37 حلم يوسف حلم. تكوين 41 حدث من بعد سنتين من الزمان أن فرعون رأى إيه؟ رأى حلم. يوسف حلم، ومين تاني حلم؟ فرعون حلم. أخدك، حلم يوسف حلم شخصي، صح؟ شخصي جدا، حلم شخصي. حلم فرعون حلم أمة. حلم يوسف حلم شخصي، حلم فرعون حلم أمة. مين بيفك شفرة حلم فرعون؟ حلم يوسف. ومين لما حلم الأمة اتفك حلمه الشخصي اتفك؟ يوسف. إن شاء الله تكونوا بخير. هقولها مرة تاني،
حلم يوسف حلم شخصي، كان هيفضل حلم. حلم بالمناسبة فيها بعد بايخ سنة، إنه حلم. حلوة الأحلام، بس أحلى الأحلام لما تتحقق، صح؟ أوكي. حلم يوسف حلم شخصي بس بيبقى حلم. حلو الحلم لما يتحقق. حلم فرعون حلم أمة مش حلم شخصي. والحلم بيبقى مزعج زي ما فرعون انزعج، لأنه مش متحقق وما يتحققش إلا من خلال حلم يوسف. يا رب تنور. في أمم بتبقى منزعجة لأن عندها حلم مش عارفة تحققه، وحلم الأمة ما بيتحققش إلا من خلال حلم يوسف. يوسف حلمه شخصي مش حلم أمة، بس حلم يوسف مش بيتحقق إلا لو فك شفرة حلم أمة. منظركم مالكمش نفس. هكلم الأردن، الأردن بيسمعونا. ملك الأردن، أتكلم بالعربي بقى، ملك الأردن جوا حلم، حلم البلده، حلم الأمة بتاعته، وأنا بتكلم بجد. ملك الأردن جوا حلم، حلم نجاح، حلم بركة، حلم جوا حلم للأمة بتاعته. لكن الأردن ممكن تمر بانزعاجات لأن الحلم مش متحقق، لغاية لما واحد من كنيسة الأردن جواه حلم صغير شخصي يدرك أن الدعوة اللي على حياته مش شخصية، هي دعوة لأمة، فيفك شفرة حلم ملك الأردن. ولما يفك شفرة حلم ملك الأردن، حلمه هو بيتحقق. أنت حلمك مربوط بالأمة، حلمك شخصي. تقعديش قدام لو هتعملي كده، هعيط جنبك يعني. معانا ناس من الأردن أصلا. حلمك شخصي، لكن حلمك الشخصي مربوط بالأمة، لأن الأمة عندها حلم، ومش حلم وحش، بس الحلم ده لو ما تحققش بيعمل انزعاج. طبق ده على مصر من فضلك، طبق على أي أمة من اللي بيتفرجوا. وحلم الأمة ما بيتحققش إلا لو يوسف اللي هو كل واحدة وواحد هنا أدرك أنه مش عادي، ما رماش طوبة الأحلام، ما رماش طوبة الرؤية، ما قالش ما احنا صلينا قبل كده، ما فيش حاجة بتحصل، ما فيش حاجة. وبقى يجي مع البقى الساقي والخباز ويقولوا احنا حلمنا يا عم، روح يجري من وش من قدامي. السعادي ما احنا حلمنا زمان، حصل ايه؟ حضرنا مؤتمرات، حصل ايه؟ صليت الصلوة دي قبل كده 15 مرة، جاي حد يقولك هصلي معاك، ما احنا صلينا قبل كده. لغاية امتى تفضل القصة كلام أحلام؟ بس يوسف فضل يقولك قول الرب امتحنه. أترى الحلم كان قول الرب. عارفين الآية في سفر المزامير؟ قول الرب امتحنه، قول الرب. إذن الحلم كان قول الرب. حلم يوسف حلمه بس كان شخصي، بس ده كان كلام الرب ليه. حلم فرعون حلم، حلم يوسف شخصي، حلم فرعون أمة. وحلم فرعون بيتحقق من خلال حلم يوسف لما يخرج بره نفسه ويدرك ان الرب بيقول كلام وله تأثير على أمم، فبيقف قدام الرب هو مملكة كهنة، مدرك انه أمة مقدسة، انه شعب اقتناء، يدرك انه برغم ان الحلم اللي في حياته ما تحققش، حلم حياته بيتحقق لما حلم أمة يحصل. ايه اخبار اقتصاد الشرق الاوسط؟ ايه اخبار سلام الشرق الاوسط؟ يا أخبار الأمم في الشرق الأوسط؟ يا أخبار الأحلام اللي في الشارع، اللي في الشارع مش شخصية في الشرق الأوسط؟
أحلام كتيرة في وسطينا مش هتحصل إلا لو الحلم بتاع الأمة اتحقق. واللي هيحقق أو هيفك شفرة حلم الأمة هو كل يوسف فيكي وكل يوسف فيك. مش شرط انك هتخش البلاط الملكي وتفسر حلم. ده بيحصل في الروح. ده احنا في مملكة عهد جديد. يعني ايه؟ يعني له علاقة بالوقف، له علاقة بالتشريعات، له علاقة بالجمل اللي بتخرجها من بقك، له علاقة بنفسيتك، له علاقة بعلاقاتك في الشارع، له علاقة ان ايديك طويلة في الشارع انك تدعي مع الناس وتصلي معاها، وان لسانك طويل في الشارع وفي الشغل انك تتنبأ وتتكلم كلام الرب مع كل واحد واحدة. فانا جاي النهارده اقول لك خلي لسانك طويل وايدك طويله. لانه حلم الامه بيتحقق من خلال يوسف، وحلم يوسف ما بيتحققش لو حلم الامه اتحقق. انتوا هنا جاء الوقت ان عينيك تترفع من 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 ازاي ديناميكيات الملكوت بتحصل. ازاي انه احلام الامه مش ملناش دعوه بيها. ده بالعكس، ده حلم يوسف حلم شخصي جدا، حلم فرعون حلم، حلم امه مربوطين ببعض. ايه اللي ربطهم ببعض؟ ده واحد عبد عبراني وده ملك فرعون مصري. ايه اللي ربطهم ببعض؟ مربوطين ببعض لانك موجود كامه وسط امه، موجود كخاصه وسط اله بيقول انا ليا كل الارض. وانا بجيبك في 2015 علشان انا ليا ليك حلم. ده قول الرب ليك. لو اتفشلت فيه هتعيش عادي، لكن لو خرجت بره نفسك وادركت انك موجود هنا لامم لمقاصد الرب لمملكه كهنه، هتفك شفره امم فييجوا للرب، او هتعمل تاثير باشخاص يعني تجميع تأثير جسد كامل هيؤثر على أمة كاملة، وانت خلال الرحلة دي حلمك انت بتحقق. تقولي انا فتاة، انا بس 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 مشاكل البيت واخرج من البيت واتجوز واحد بيحب ربنا واخدم انا وهو نخدم ونبقى بيت كده المسيح حقيقي للرب. ولك كل ده حلو جدا جدا جدا، بس ده مش هي ملء الصورة. دي مش ملء الصورة، دي مش ملء الصورة. ملء الصورة مش عادي. ملء الصورة العادي هو شمشون المحلوق. اللي مش عادي هو النذير اللي شعره طويل، اللي واقف أمام الرب خاصة منفصل تقدر تشوفه من بعيد. آه ده 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 ما شكله غريب. آه ده نذير، أصدق خاصة، أصدق أمة وسط أمة، أصدق أمة وسط أمة. لأنه شكل خاص، لأنه حاجة خاصة، لأنه بيتصرف هويته طريقة مختلفة. شرفاء في وسط شعب الرب، شرفاء. أنت ولاد الرب هتصرفوا كشرفاء. ده كان سؤال ليه؟ لو إدراك الهوية الداخلية بتاعتك، إدراك الهوية إنها مش جاية من بره لجوه لكن من جوه لبره، من الأنهار الماء الحية اللي بتخرج منك فتسقي وتؤثر، من الوقفة ومن التشريعات، من الإيمان ومن الكلام. أنت عارف أن كل مرة بتحكي عن الرب السماء بتذكر اسمك؟ لا منظركم مش مصدقني، هقول جملة مرة تاني. كل مرة بتشهد حقيقي عن الرب، عن شخصية الرب بجد، كل مرة بتشهد حقيقي وبتشهد عن شخصية الرب بجد، السماء بتذكر اسمك. في آية هقولها لك حالا، بس أنا كل مرة في ظروف صعبة بتقول إن رب صالح، السماء بتذكر اسمك. الملائكة بيقعدوا يا ماجد ماجد ماجد. يسوع قال الآية دي، قال من يعترف بي قدام الناس أعترف به أنا أمام أبي الذي في السماوات. لما تقرأ أعترف ويعترف دي مضارع مستمر. احنا خدنا الآية دي يعني ايه؟ انا ابنك يا رب، انت ابن الله الحي، انا اؤمن خلاص. يبقى لما اروح السماء يسوع هيقول ده انا عارفه، ده ابني لانه صلى في مرة، فانا في النهاية هقول لا، ده مضارع مستمر. كل مرة بتعترف بيه قدام الناس بيعترف، مضارع مستمر، بيقعد يذكر اسمك امام الله. ما
نفسكم تشجعوا؟ ده بيخليك عايز طول الوقت تعلن انه صالح قدام ظروف، قدام احداث، قدام ناس، قدام اشخاص، قدام ناس في الشغل، قدام ناس في الشارع، قدام واحد بيبيع لك طماطم، قدام ايا كان. ليه؟ لان كل مره بتذكر عن حقيقه شخصيه الرب بيذكر الرب عن حقيقه ابوتك ليه، ابوته ليك في السماويات. من يعترف مضارع مستمر بي قدام الناس، اعترف مضارع مستمر بي قدام الله، قدام ابي الذي في السماوات. فتخيل معايا كل مره بتقول ان الرب صالح اسمك بتردد في السماء. حاجه جميله مش كده؟ يا رب اشكرك يا رب يا رب يا رب يتشجعوا، يا رب يتشجعوا، يا رب يتشجعوا. أختم. سفر الأعمال، أعمال 4. صعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة. كلكم عارفين القصة. صعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة، وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل. كان يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. كلكم عارفين القصة. أعمال 3. أنا قلت أعمال 4. أنا آسف. أعمال 3. قصة كلكم عارفينها. صعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة. كان الرجل أعرج من بطن أمه يحمل. كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخل الهيكل سأل ليأخذ صدقة. كلكم عارفين. فتفرس بطرس فيه بطرس مع يوحنا وقال انظر إلينا. معنى صغير كلكم عارفين المفروض نصلي. هذا الأعرج من بطن أمه كان يدعونه كل يوم عند باب الهيكل. يسوع سابه. يسوع كان بيخش الهيكل كل عيد وكل وقت سبت في الأوقات اللي كان موجود فيها في أورشليم. هذا الأعرج يسوع عدى عليه كذا مرة. عايز أقول جملة مش عايز أقول جملة. في ناس عيانة متسابة مستنياك. في ناس بعيدة ما جاتش للرب متسابة مستنياك. وانت مستني فلان الفلاني يخدمها. وهي متسابة ليك انت. لو انا قاعد مكانك هقول اي. كان ممكن بطرس ويوحنا يبصوا كده يقول يسوع عدى عليه 3 سنين ونص ما شافهوش، يمكن قدامنا كذا حاجة. مش مشيئة ربنا انه يخف، نمرة واحد. نمرة اتنين، مرضه صعب جدا، ده من بطن امه، اذا ده ملوش شفاء. نمرة ثلاثة، احنا مالنا. قال له تفرس الينا، انظر الينا، انت متساب لينا. في ناس كتيرة عيانة وانت مستني فلان الفلاني او فلانة الفلانية وهي أصلا متسابة ليك. في ناس كتيرة بعيدة عن الرب وانت مستني الخدمة الكرازية اللي مش عارف ايه وهي متسابة ليك. هذا رجل، لا خلينا نكمل. وفي ناس هتكمل عيانة لو انت ايدك ما طولتش، وفي ناس هتكمل بعيدة لو انت لسانك ما طولش. و
ومره تاني مفروض تقول اي. قال بطرس: ليس لي فضه ولا ذهب، الذي لي اياه اعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قوم وامشي. خلال الايام اللي جايه، سوري، خلال الاجتماعات اللي جايه النهارده وبكره، هتكتشف ان مجد الرب لا يرى عليك الا لما تجرؤ انك تعمل موقف زي كده. مش بيحصل حاجه فتجرؤ انك تعمل كده، انت لما بتجرؤ ان تعمل كده بيحصل حاجه. يوم الاربعاء اللي قبل اللي فات ولا اللي فات مش عارف يوم هينهم ولا الاربعاء خالص، يوم الاثنين اللي فات كنت بحكي، مش لما اناء المراه اتملى زيت صبت للاواني الفارغه، ده وإناءها فاضي صبت فاتملت كل الاواني. ناس كتير الجمله مشهوره: منتظره تملي عشان افرغ. المبدا مش غلط، بس كتير بيضحك عليهم من قصة أنا منتظرة تملي، فقاعدين بينتظروا يتملوا بقالهم 15 سنة وتالي في خرم بيسرب، والخرم اللي بيسرب هو عدم إيمان. لما إناءها تملى هي صبت، وإناءها فاضي بس في دهنة زيت هي صبت. لما بتصب وإناءك فاضي مجد الرب يرى، إنك خرجت بره نفسك وأدركت إن أنت موجود في الزمن ده عشان تجري من بطنك. أنا مش حاسس، بس الكنز جوه. أنت مش حاسس عشان عايش من بره لجوه، عشان تجري من بطنك أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. أمين. تعال نغمض عينينا ونصلي. حي هو الرب اللي بنقف قدامه، ما أمجد اسمه، ما أهيب أعماله. اختار المصدرة غير الموجود الجهلاء والضعفاء لكي يخزي الحكماء والفهماء، لكي من يفتخر فليفتخر.